اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، مشاهدينا في كل مكان. برحب بيكم في اولى حلقات برنامجنا حكايه امل. برنامجنا حكايه امل هيكون بيتكلم معاكم في مواضيع كتيره ومجالات مختلفه. هيكون بيتكلم معاكم في مواضيع فنيه، في مواضيع ثقافيه، هيكون بيتكلم في مواضيع طبيه. هنكون بنحكي مع بعض في كل حاجه تقدر تخص البيت المصري. والنهارده معانا ضيفة غالية جدا علينا وضيفة مميزة جدا في مجالها. تعالوا نرحب مع بعض بعبير خطاب. اهلا بيكي عبير خطاب. اهلا حبيبتي، اهلا، اهلا بيكي. اهلا بيكي، منورانا النهارده. ميرسي يا روحي، تسلمي. عبير النهارده هي فاشن ديزاينر، عندها مجال شغلها هي متميزة جدا فيه، وفي نفس الوقت هي قادرة تميز وقادرة تكون بتنجح في شغلها كفاشن ديزاينر، وفي نفس الوقت كربة بيت. فالنهارده هنحكي مع عبير شويه عن شغلها، وفي نفس الوقت هنحكي عن بيتها اللي ازاي قدرت توفق ما بين بيتها وبين شغلها، وفي نفس الوقت نقدر نفهم منها اللي نقدر نكون بنعمله كستات بيوت عشان نقدر نوفق ما بين بيوتنا وما بين شغلنا. مره ثانيه اهلا بيكي يا عبير. اهلا يا حبيبتي، برحب بيكي. اهلا بيكي يا حبيبتي. قولي لي بقى، مين هي عبير؟ بصي، عبير خطاب يعني كلمة أنا بالنسبة لي بعتبرها كبيرة بالنسبة لي طبعا، يعني تمام. مشوار بالنسبة لي بتعبه، لسه بتعبه، ونفسي أوصل فيه لأكبر من كده كمان. تمام. أنا أولا فاشن ديزاينر، بحب التصميم والديزاينات جدا، درسات الفساتين، بحب كل حاجة تخص المرأة بجمالها، بأناقتها، بشياكتها. برضو عندي صالون أكبر تركيب شعر طبيعي في مصر، ان شاء الله اخليه يعني تقنيه موجوده في العالم كلها باذن الله. انت قلتي لي انك انت عايزه تعملي اكبر مركز تجميل في الشرق الاوسط تقريبا. ربنا ربنا يحقق لك احلامك. نفسي اعمل كده ان شاء الله يعني. بس انا تقنيه الشعر ديت بصراحه عجبتني جدا جدا، لانها بالنسبه لي بتدي للمراه دايما، برضو من ضمن برضو الكلام برضو في الشياكه والاناقه، برضو هي المراه شياكتها وانوثتها برضو ما تتنسيش عن الشعر. تقصدي اهم حاجه يعني في شياكتها هي شعرها. طبعا طبعا، شعرها وبشرتها وشياكتها. فطبعا انا عملت تقنيه حديثه لتركيب الشعر، ان انا طبعا بعالج حالات وراثيه كتير وحاجات صلع وحالات يعني يعتبر زي الزراعه، بس التقنيه حديثه شويه. طيب. فده يعني لو انت عايزيني بقى مثلا اقول لك فيه بقى، شوفي انت عايزه ايه وانا معاكي بقى قولي لي. نتكلم شويه طيب عن التقنيه اللي انت بتستخدميها. بصي، انا بعمل تقنيه هير باي هير وكربون حراري. طيب. دي حاجه كده لسه جديده جدا حديثه. تركيب يعتبر بصيله بصيله، خصله الشعر تتركب بخصله شعر. طيب. الطول اللي انت عايزاه. لو واحده شعرها قصير، لو واحده عندها اي حالات صلع، لو واحده عندها، انا الحمد لله بقدر اوصلها للمرحله اللي هي عايزاها بكل الالوان، وفي نفس الوقت بعالج برضو الحالات دي تريتمنت وحاجات علاجيه وخلايا جذعيه، في حاجات كتيره توصلت لها والحمد لله العلم اصلا يعني توصل لها بكتير جدا، ان توصلي لعلاج الشعر بحالات كتيره جدا. فانا بحاول ده اوفره دلوقتي لكل ست يعني، ويا ربنا يعني يقدرني ان اوصل للموضوع ده يعني على مستوى كبير يعني. بصي يا عبير، انت يعني تطرقتي كده لحته مهمه جدا عند كل ست. يعني في ستات كتيره عندهم مشكله ان شعرهم خفيف شويه من قدام، لا خفيف من ورا، لا طيب قصير، لا انا بقى بوازن دول مع بعض، بحاول يعني اوازن. لو انت عندك شعر طويل قوي مثلا من ورا وعندك جزء قدام مثلا في مشكله خفيف شويه، خفيف شويه، انا بقدر اعالج ده، اعالجه لك وابدا اركبه لك. بس انا عمال ما اوصل لمرحله العلاج. الست طبيعي بيبقى عندها حاله نفسيه لما كل يوم بتشوف منظر وشها او شعرها بالمنظر ده، فانا ابدا اركب وبعد كده اعالج عشان السعادة. ما هو انت بصي، الشعر بالذات الحاجه الوحيده اللي تتاثر بالحاله النفسيه. طبعا، يعني مجرد ان انت شايفه نفسك ان انت متضايقه هتلاقيكي متاثره بالحاله النفسيه. لو شايفه شعري كده شكله لا مش حلو ومش لطيف، انا واحده من الناس بتضايق. ده مودي، انا واحده تقريبا من الناس كده الستات كلها كده. بس انا بتكلم عن نفسي يا ماما عشان ما يبقاش بس يقولوا ده، لا هو انا بقول على نفسي انا، بس في ناس انا اعرفهم كتير كده. فطبعا انت بالنسبه لك لما الشعر تبصي ان هو مش عاجبك وتبداي تعالجيه الاول وبعد كده، مش في ناس كده تقول لك انا بعالج شعري وصرفت عليه كتير جدا وما تعالجش؟ ده حقيقي. هو ده بقى السؤال اللي عايزه اساله لك. ناس كتيره بتروح لدكاتره وتقريبا يعني احنا وصلنا لفكره انه لا، الشعر او الصلع الوراثي او الحاجات دي ملهاش علاج. لا هي ليها، بس هي الست مش متقبله الموضوع لانها على طول عندها السرعه، امتى وامتى امتى هيبقى شعري طويل وامتى شعري. طول ما هي قاعده في القلق ده بيأثر على نفسيتها، فالشعر ما بيطولش. انا بقى بحللها المشكله دي خالص، ان انا اخلي شعرها يطول زي ما هي عايزه وبعد كده ابدا اعالج.
فطبعا هي لما بتشوف شعرها كده فبتفرح بيه جدا، وتبدا بقى متقبله العلاج ومش حاطه في دماغها انها يطول او ما يطولش. هي بتبص لي بعد كده من العلاج، وهي طبعا من الاستمرار معايا وكل الحاجات العلاجيه اللي انا بقول لها عليها، طبعا بتوصل النتيجه اللي انا عايزاها واحسن كمان. يعني هي بتبتدي نفسيتها الاول تتحسن طبعا، وبعد كده طبعاً. انا بحسن بلعب بقى على نقطه ان انا العب على النفسيه الاول. لانه هو علاج الشعر تقريبا بيبتدي بالنفسيه. طبعا طبعا ده اهم حاجه. طبعا تفتكري انت عالجتي فعلا حالات تتعالجت بالطريقه دي؟ جدا جدا. طب انت جايبه لنا النهارده فيديوهات ولا حاجه؟ انا جايبه والله، بس مش عارفه بقى عندكم اللي لحقوا ينزلوا يعني حاجه ينفع ولا لا. ينفع لو نقدر نكون بنتفرج؟ لو طيب لحد ما لحد ما نشوف الفيديو. اوكي خلينا طيب نقول لك سؤال تاني بقى. عبير، ازاي بقيتي اللي انت بتحلمي بيه؟ بصي، بما هقول لك ايه، الامل. الامل الامل، بما انك بقى حكايه امل وبتقولي أيوة. الامل، فطبعا الامل ده حاجه حلوه جدا. تمام. انا طول عمري بحب الرسم والديزاين، واحب دايما ادمج الالوان مع بعض، اجيب حاجه من دي عشان اطلع حاجه في الاخر حلوه قوي. تمام. فكان بالنسبه لي دي كانت موهبه عندي اصلا. طبعا انا حاولت فيها مرحله مرحله لحد طبعا ما وصلت ان انا بقيت فاشن ديزاينر عبير خطاب. بحاول اصمم طبعا كل الازياء اللي انا تعجبني، الحاجات اللي انا طبعا بسافر، طبعا بشوف كل ايه الديفلات الجديده، ايه الموديلات العالميه الجديده، ايه الحاجه اللي انا عايزه تبقى يعني مختلفه. بحاول ان ابقى مختلفه عن اي حد. طيب. فبنزل ديزاين مختلف من احنا زي ما احنا شايفين على الهواء كده التصميمات اللي انت صممتيها، ده اللي على الهواء انت اللي مصممه بايديكي. كل ده انا مصممه، ده شغلك. شغلي كله. كله شغلي انا. طب. انا يعني بالنسبه لي اهم حاجه ان انا ببتكر في الموضوع، بعمل ميكس طبعا من كذا حاجه عشان اوصل لحاجه تبقى جديده ومختلفه. انا شايفه انه انت مصممه تصميمات رائعه. ميرسي يا حبيبتي. حلو خالص يا عبير. ميرسي. ده شغل ايديكي. شغل ايدي طبعا. حلو خالص. مع التيم ورك طبعا بتاعي، مش هقول لوحدي يعني، عشان التيم ورك معايا. تيم ورك طبعا. ايوه عشان ما يزعلوش مني. طبعا لا ما يزعلوش مني طبعا، لا تيم ورك معايا بينفذوا كل كلامي طبعا، وبيوصلوا طبعا لنتائج حلوه زي ما انا عايزه بالظبط يعني. طيب احنا عندنا عبير بس مش 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 فاشن ديزاينر بس، لكن كمان انت بتعملي ايه كمان؟ لا انا يعني يعتبر عندي بيوتي سنتر كبير زي ما قلت لك، نفسي اعمله. اللي هو ميك اب وشعر، انا بحلم بكل الحاجات دي. بس انا تقنيه الشعر حبيتها جدا، اللي هي التقنيه الحديثه، لانها يعتبر كل الناس متعوده على تركيب الشواتير وتركيب البواريك والحاجات دي. انا بالنسبه لي دايما عامله حاجه مختلفه، اللي هو انت تبقي ماشيه ولا حسن وطبيعي. انا عايزه اقول لعبير انت مركبه. طبعا عامله يعني مركبه طبعا خصوصا كده يعني، ده مثال على الهواء. طبعا، وبعمل فيه لايت وصبغات شعر طبيعي 100% وبركب فيه، وبتستعمليه زي ما انت عايزه يعني خالص. عايزه تغسليه تستشواريه، كل حاجه انت عايزه تعمليها بتعمليها. احنا كده بقى لازم نحط رقمك يا عبير عشان نتواصل. طبعا ولو في حد برده عايز، احنا ممكن ما فيش مشكله يعني، نثبت كمان الحالات دي انها هتوصل للمرحله اللي هي عايزاها كمان. تمام، يعني انت عندك استعداد انك انت كمان تكوني بتصوري مع حاله قبل وبعد. انا عندي كتيره. طبعا. طيب احنا طبعا لانه وقت حلقتنا مش هيكون بيكفي كل حاجه بتقوليها. بس خلينا نتكلم في الجزئيه دي الوقت الجاي. اوكي. لكن خلينا اقول بقى عبير، بما انك انت يعني شجعتينا قوي على اللوك الجميل اللي انت عاملاه دوت، كنا اتفقنا انا وانت انه ينفع قوي ان احنا نكون بنجهز عرايس لو حد عنده احتياج ان هو يكون. طبعا مفيش مشكله لو يكون بيتجهز. طبعا مفيش مشكله. تمام. عروسه كامله. احنا ممكن ناخد كام عروسه كده من غير ما نكون يعني فري. انت عايزه كام؟ انت عايزه كام؟ ايه رايك نعمل كده انه اول ثلاث متصلين هطمع فيكي شويه، اول ثلاث متصلين بينا. اوكي. هنكون بنجهزهم ثلاث عرايس. اوكي تمام. نكون بنجهزهم من ايه بقى لايه؟ قولي انت. حسب كل عروسه، بس انا عندي كل حاجه يعني، من الدرس للفستان للميك اب للشعر يعني. انت عندك استعداد تجهزي من الدرس للميك اب للشعر كله ثلاثه فري؟ طبعا. لا ده يعني عايزه اقول عرض طبعاً. عرض جامد جدا مشاهدينا واحنا على الهوا. استاذه عبير بتقول كده انه ينفع قوي اول ثلاث عرايس خلال شهر بكتير قوي واحد، نقول كده ماشي. اوكي تمام. لغايه شهر واحد. ينفع قوي ان احنا نكون بنجهز ثلاث عرايس فري. اي حد يشوف حلقتنا دلوقتي وحابين تتواصلوا معانا، يعني عرض مميز جدا من عبير خطاب، حد رائع. يبقى عن طريقكم بقى، يبقى عن طريقكم انتوا برضه. اكيد طبعا بقى هيبقى عن طريق تصوروهم بقى لما يطلعوا ان انتوا فعلا. طبعا طبعا احنا هنعمل يعني كده، انه اول ثلاث عرايس هيجوا لمدام عبير وهيكونوا بيتجهزوا من عندها، واكيد طبعا هنصور معاكم وهنعرض
قبل وبعد، وهنعرض ازاي برضو استاذه عبير انها تكون بتساعد معانا. طبعا عبير مش هتكوني معانا في حلقه واحده، احنا هنكون الوقت اللي جاي ان شاء الله في اكتر من حلقه ان شاء الله. هنتكلم عن كل جزئيه تخص عبير خطاب. بصراحه عبير انا معجبه بيكي جدا حبيبتي حبيبتي. وبما انك بنت وومن كبير، عايزه اقول بقى انت ازاي عارفه توفقي ما بين بيتك وما بين شغلك؟ يعني دي نقطه ضعف لستات كتيره قوي، مش عارفين يوفقوا. وكمان فهمت منك جزئيه انك انت كده حلوه على طول في البيت وبره البيت. بصي هقول لك حاجه، هو الست الناجحه عموما يعني في ست ناجحه انها دايما هتلاقي دايما في مشاكل كتير جدا بين ست ناجحه. طب احنا ممكن ناخد اول اتصال؟ اتفضلي. الو الو مساء الخير. مساء النور. ازيك يا مدام امل، عامله ايه؟ اهلا بحضرتك، ازيك؟ منوريه الدنيا كلها. ربنا يخليكي، ميرسي جدا لحضرتك. معانا عروسه ولا معانا ايه بقى؟ معاك عروسه. طيب تمام، يبقى اول عروسه هتكون ان شاء الله معانا. طب يا ترى الفرح هيكون امتى؟ هيكون 9/1. تمام، هيكون في 9/1 ان شاء الله. نتفق مع حضرتك، طبعا هتسيبي رقمك مع الكنترول، وهنرتب مع حضرتك انك انت تكوني بتروحي لمدام عبير، وان شاء الله كده تكون مدام عبير بتخرجك بالدريس بالميك اب بكل حاجه تقريبا. تمام، شكرا ليكي وليها. شكرا شكرا، الف مبروك حبيبتي. طيب احنا ينفع كمان لسه اتصالاتنا موجوده، فاضل لنا عروستين يا جماعه، بسهوله قوي نقدر نتصل ونقدر نرتب مع مدام عبير ان احنا نكون الوقت اللي جاي مدام عبير تكون بتستقبل عروستين مره ثانيه. نرجع لك يا عبير، اتفضلي. بصي انت بتساليني دايما ايه ازاي تقدر ان انا اوفر بين البيت والشغل. تمام. طبعا بصي انا زي ما بقول لك الموضوع صعب جدا يعني عشان نبقى حقيقيين يعني. ايوه. ما فيش ست ناجحه في البيت هتلاقيها ناجحه في شغلها بالذات الفتره دي. يعني بحس يعني بيبقى في تاثير. طبعا بيبقى في تاثير. بس انا دايما بقول ان الست مهما كانت قويه في شغلها ومهما كانت متمكنه فيه ومهما كانت احلامها، في خط احمر البيت. في خط احمر. طبعا يعني في ناس كتير اكيد هتختلف معايا في الكلام ده، بس بتكلم عن انا شخصيا. فاهميني يعني ايه خط احمر؟ يعني انت حسيتني كده انه انا في البيت طبعا شخصيه تانية خالص يعني. مش انا طبعا انا معايا التيم ورك بتاعي كلهم بتعامل معاهم، ببقى شديده وببقى ما ينفعش ابقى في البيت كده واقول لي ان انا عايزه الحياه تنجح. انا لا، الراجل الراجل والست. طيب ست. سوري يا عبير، كمان تليفون. اتفضلي. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اكلم المدام عبير؟ مدام عبير مع حضرتك، اتفضلي. حضرتك على الهوا. اهلا بيكي حبيبتي. ازاي حضرتك يا مدام عبير؟ انا تمام يا حبيبتي. رحاب معانا؟ معاكي مدام رحاب. اهلا يا رحاب، مدام رحاب اتفضلي. حضرتك عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، اهلا بيكي. واضح انه الخط فصل. نرجع مره ثانيه. كملي عبير، في حته مهمه بقى قوي يعني. ينفع حتى لو جيتي تليفون هنستنى شويه. في حته مهمه قوي عايزه افهمها منك، يعني ايه بقى انت في البيت خط احمر؟ حسستيني كده انه لا، في حاجات كده ما بينفعش تتعمل. يعني بصي المشاكل الكتير دلوقتي اللي اغلب ستات طبعا العاملات دايما في الموضوع ده، انها دايما حاطه انها بتشتغل وانها بتخرج بره وانها بقت بزنس وومن ناجحه. يبقى انا جوزي لا، يا سوري، يبقى انا اتعامل بره زي ما جوزي. لا، هو الراجل راجل والست ست. يعني ايه الكلام ده بقى؟ هو انا هتضرب بالكلام ده، بس ده حقيقه. يعني ما ينفعش ان انت تبقي ناجحه وما ينفعش ان انت ست تبقى اسمك حتى مهما كان، هتيجي في البيت تعملي الكلام ده على جوزي. يعني انت تقصدي انك انت مديره في البيت في الشغل؟ طبعا. وكلمتك طبعًا. انا اللي فاهمه ان انت جديده في شغلك. وكلمتك ماشيه. لا، في البيت ولا حاجه خالص يعني. كلامي ما لا يعني احكي لنا كده، بتيجي مروحه مثلا متاخره ولا حاجه، ايه اللي بيحصل معاكي؟ لا، ده انا ببقى بتسحب، ببقى بتسحب بخش. لا طبعا يعني لان انا عارفه ان انا غلطانه، بس انا مش موضوع بقى ان الناس تقول لك بقى ده خوف ورعب وان أيوة. ده او ان انا مثلا ده هيطلقني، او الموضوع مش كده خالص يا جماعه. برغم ان انت عندك شغلك وعندك حياتك. انا بحب شغلي جدا. وتقولي ان انا اقدر اعيش لوحدي مثلا، ايه المشكله يعني؟ انا هخلي حاجة راجل يتحكم فيا ليه؟ ما بصي الموضوع هو ده المشكله الحقيقيه دلوقتي. نسبه الطلاق في مصر بقت كبيره جدا جدا بسبب النقطه دي. ويمكن دي النقطه يا عبير اللي احنا عايزين يعني ناكد عليها شويه،
انه عبير كانت بتحكي انت ناجحه في بيتك وناجحه في شغلك. بصي الحمد لله يا رب، يعني الحمد لله. أيوة يعني انا بحاول الحمد لله يعني طبعا. لا طبعا هو جوزي طبعا بيبقى متفاهم، بس هو شايف ان انا يعني هو ليه وضعه وليه وجوده وليه احترامه وليه ان هو راجل، وهو راجل البيت. ما ينفعش يعني احنا دايما حتى لو هو كلامه غلط او معايا بيبقى في حاجه مش عاجباني، انا باخد جنب خالص وابدا اتفاهم معاه في وقت تاني فيه هدوء. ما يبقاش احط ان انا ند بالند قصاد بعض ان احنا على طول، لا طبعا. ما هو ده دلوقتي سبب الطلاقات كتير، مش معنى ان انا بشتغل ومعايا وان انا كذا ان انا خلاص ما فيش حاجه اسمها جوزي ولا بيتي ولا الكلام ده كله طبعا لا. وده المشكله اللي حاصله دلوقتي في الفتره دي، ان كل البرامج وكل الاعلام وكل حاجه، مع احترامي لاي حد، ان الست لا خلاص ليها وجود بقى زي الراجل بالظبط، لا ده تعمل مش عارفه ايه، لا ما تقولهوش، لا ما يقولكيش، لا ازاي يا جماعه؟ طب لحد ما يقوليش وما اقولهوش ناخد تليفون وارجع عند النقطه دي. الو الو ايوه ريهام معانا. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا ريهام، اتفضلي. حضرتك انا عندي هالات سودا تحت عينيا، وعايزه بس حاجه. لا طب ريهام لو سمحتي ممكن تسمعينا بس من التليفون ووطي التلفزيون دلوقتي عشان صدى الصوت. حاضر. ايه عندي هالات سودا تحت عينيا ووشي غامق، بس انا حامل يعني ليا 8 شهور كده. يعني انا مش عارفه النقطه دي هتيجي البيوتي سنتر بقى يا ولا هتيجي ايه ولا الكلام ده، عايزه على الهوا طبعا. لا هي طبعا عندها بتقول لك هالات سودا، فهي اكيد يعني الحاجات دي ليها علاج يا عبير. طبعا اولا هي تلاقيها بتقول لك انها حامل، تلاقيها طبعا ما بتنامش. طيب ميرسي لك يا ريهام، هنرد عليكي. ينفع تيجي بقى البيوتي سنتر ولا تفتكري هي عايزه تعالج من البيت؟ لا هي ممكن، هي بص طبعا كل الحاجات دي بتشرب مثلا قهوه كتير، نبطل الحاجات دي، ننام بدري طبعا. طبعا الحاجات اللي هي في البشره بالذات يعني لو عشان تعدلي فيها لازم بتاخد وقت شويه، ما ينفعش تقولي انا عايزه دلوقتي حالا، او ان انا تلاقي ناس عايزه تعمل حاجات على طول، ما فيش الكلام ده. لا وانا بيتهيألي كده انه كمان في حاجات صحيه، يعني مثلا هي لو عندها انيميا هتلاقي طبعا لا هي دي طبعا يعني صحتها، تهتم بصحتها شويه، خصوصا انها بتقول انها حامل فاكيد طبعا بتنامش، تلاقيها ما بتاكلش كويس، تلاقيها طبعا عايزه طبعا حاجات كتير غذاء عشان خاطر طبعا ده ياثر على يعني قبل ما نهتم بالبشره كميك اب وك يعني كتجميل، خلينا نهتم بصحتنا الاول، لانه ده يعني بينطبع علينا وبينطبع على شكلنا طبعا. طبعا كل ما طبعا كان اكلنا صحي وكل ما كنا بنشرب ميه كمان كتير، ده يعني بيدي نضاره للبشره، صح كده؟ عايزه دكتور التغذيه بقى يعني ممكن يفيدها اكتر في الموضوع احنا ده. ممكن الاوقات اللي جايه طبعا هنكون معانا بنجيب دكاتره، وان شاء الله نكون دكتور التغذيه معانا الوقت اللي جاي. فتابعينا ريهام وتابعونا كلكم يا جماعه، ان شاء الله الوقت اللي جاي هنكون بنتكلم في حاجات كتيره جدا. احنا كنا بنقول هنقف عند حته نسيت. كنا بنقول عن حته انه مش هينفع اقول لجوزي لا ومش لا. طبعا يعني انت بتتكلمي دلوقتي ان انت عايزه تنجحي وعايزه تعملي مرحله في حياتك جديده، وتبدا انك تعملي اسره جديده وتوصلي انت للاعلى. يعني انا طموحاتي كبيره جدا، بس مش طموحاتي بعيده عن ولادي وان انا مثلا اوقع بيتي وان انا جوزي يعني معلش الناس بتقول لك الراجل زي الست دي، مع احترامي للكلام ده. انت ازاي عارفه توفقي ما بين الاثنين؟ بحاول اوفق لان هي دي الطب، يعني هو ده الواقع، ان انا عارفه ان انا عارفه انا في البيت انا ست زوجه. انا في البيت زوجه. حاضر ونعم. حاضر ونعم طبعا، حتى لو اختلفت انا مش هقول لك انا ملاك طبعا، عشان الناس تقول لك لا انا مش مثاليه، وبنختلف كتير وبنعترض كتير، وساعات ما بيعجبوش حاجات كتير، بس انا دايما لما بحس ان انا غلطانه باخد خلاص ان انا غلطانه، بحاول في وقت تاني ابدا اصلح. طب في حاله انك مش غلطانه، لو مش مغلطانه وهو لو لقاني ان انا مصمم بقى على رايه يعني، لا بنقعد نتناقش، مفيش حاجه اسمها الكلام ده، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. هو لو لقاني انا بعاند معاه وبقى بقول له كلامي انا لازم كذا وانا شايفه ان كذا، هو طبعا اكيد يعني ده بيخرب البيت طبعا اكيد. ما هو ده سبب بقول لك مشاكل كتير جدا، يعني الخراب بسبب كل الحاجات دي، كذا مشكله حصلت، ومشاكل طلاق في مصر يعني نسبتها كتير، نسبه عاليه جدا جدا. انت دلوقتي زمان كانوا يقولوا مثلا ايه الست المطلقه دي تلاقيها بتتكسف ما بتطلعش، دلوقتي لا تقول لك انا مطلعه عادي مفيش مشكله، لو هتطلع كمان مفيش مشكله. لا انا بالنسبه لي لا، في بيت، في اسره، في ولاد، في اطفال. تاني حاجه الست بطبيعتها انثى، يعني الراجل لازم يا جماعه يبقى يعني راجل لازم يبقى موجود، ما ينفعش تقولي انا عايش من غير راجل. لا ازاي عايش من غير راجل؟ إزاي الموضوع يعني؟ مش بنقطه معينه برضو، مع احترامي طبعا ست
ست انثى والراجل راجل، لازم الراجل يبقى موجود في حياه الست، يحافظ عليها، يخاف عليها، مشاعر، احاسيس. احنا دلوقتي بقينا ننسى المواضيع، بقينا نبص ان احنا الند بالند قصاد بعض. هو الموضوع ان احنا مش بالند بالند قصاد بعض، هو الموضوع ان احنا بنكمل بعض. طيب احنا ممكن نرجع تاني لموضوع البشره والشعر والدنيا دي. اوكي مفيش مشكله. قولي لي بقى، تنصحي البنات ازاي ان هم يكونوا بيحافظوا على بشرتهم وعلى شعرهم؟ ايه اللي ممكن الخطوات بسيطه يكونوا بيعملوها فيحافظوا على شعرهم وعلى دنيتهم؟ لا يعني اول ما مثلا اول ما تبص تلاقي مثلا بشرتها بدا فيها مثلا بعض العيوب اللي حصلت فيها، هي اول حاجه على طول تبدا تشوف الناحيه الغذائيه بتاعتها. ايه الناحيه الغذائيه بتاعتها اللي ناقصه؟ ما عرفتش طبعا ده، هي ممكن تروح للدكتور برضو تغذيه زي ما كنت بقول لك، ويقول لها هو ليه بقى ينصحها اكتر. والناس اللي بتعمل دايت كمان كتير دلوقتي الفتره دي، الدايت كتير جدا بتاثر على البشره جدا. فانت لازم برضو تمشي برضو مع دكتور دايت في حاجات معينه، كل حاجه ليها حاجه. بالنسبه للشعر بقى، لا تجيلي اي حاجه للشعر، حاجه لجمال. انا بالنسبه لي الشكل الجمال الخارجي اللي بره. عايزه تعملي ميك اب، عايزه تعملي شعر جميل، عايزه تعملي دريس حلو، انا بالنسبه لي كده ديزاين برسم وبعمل لك مثلا سكتش على كل حاجه انت عايزاها. انا عايزه مثلا درس فستان كذا، انا عايزه الشعر بالشكل كذا، انا عايزه ده، كل ده عندي، وبوري لها كذا حاجه منها، جميع الحالات وجميع الاشكال وجميع انواع الشعر، عشان اوصلها انها في الاخر توصل للوك اللي هي عايزاه. تمام. ده يعني انت بتخليها تشوف بتحقق حلمها في نفسها. انا بالنسبه لي طبعا بحقق حلمها، يعني عايزه تلبس مثلا درس معين بشكل معين موجود، عايزه تلبس فستان معين بشكل معين موجود، وبالذات العرايس طبعا يعني. ويا رب طبعا يعدي السنه دي، طبعا بقول لهم كل سنه هم طيبين، يا رب. ويا رب السنه الجديده تكون سنة سعيدة على الكل علينا إن شاء الله. ويكون طبعا الوباء ده يعدي، ويكون مر. فترة اللي فاتت دي كانت فترة طبعا صعبة جدا بالنسبة لي أنا كمان بالذات، والعرايس عندي، لان كانت عندي مشكله كبيره. طبعا تعرف هي كانت سنه صعبه على الجميع، ربنا يعافيها على خير. وان شاء الله سنه جديده والافراح، ما انا نفسي بقى الافراح بقى ترجع تاني، والعرايس طبعا تفرح تاني، ويرجع الفرح لكل بيت ان شاء الله. ان شاء الله. طب قولي لي يا عبير، نصيحه اخيره بقى، لان وقت برنامجنا مش عارفه اخلص بسرعه ازاي. يا حبيبتي نصيحه اخيره تقوليها للبنات. بصي انا نصيحه هجيبها كده على البرنامج، على انت المواضيع اللي دخلنا فيها كلها، ان اي ست عشان تبقى توصل للشياكه والاناقه والجمال اللي هي عايزاه، تحب نفسها من جوه الاول، تحب هي نفسها. لو حبت نفسها هتهتم نفسها، هتهتم بكل حاجه، ما يعني مش لراجل ولا لمين ولا لشكل، هي تحب نفسها. هي لما تحب نفسها هتقدم السعاده لكل الناس اللي حواليها. وكل ده اللي انا بقوله برضو، ان هو برضو لو في راجل معاها او جوزها او اي، مش شرط الراجل اللي هو الزوج، في اب، في اخ، كل الحاجات دي كلها بيهتم. طبعا انت لو ممكن، في ناس كتيره مثلا مش معاها جوزها بس تقول لك معايا اخويا، اخويا ده مثلا مصدر سعادتي، سندي، كل الحاجات دي تدي ليها. هي تعرف تدي بقى لما هي تعرف تعمل كل حاجه لنفسها، وشايفه نفسها باشيك حاجه واجمل حاجه، ووصلت نفسها بكل الجمال اللي هي عايزاه، هتعرف تدي اللي حواليها كلهم كل حاجه. اكيد كلام معاكي جميل وشيق وبيخلص بسرعه. حبيبتي وبنشكرك في نهايه الحلقه. اهلا وسهلا. بشكركم اعزائي المشاهدين، ونقابلكم ان شاء الله الحد الجاي، واستنونا كل يوم حد الساعه 5 مساء مع برنامجكم حكايات امل.